امبارح كان في حفلات مهمة في مهرجان محكة القلعة، منها حفلة المطربة حنان ماضي اللي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، شد الضفاير وليلة عشق وعدى الهوى، وكمان نسمة محجوبة اللي قدمت حفلة قوية جدا امبارح وتفاعل مع الجمهور بشكل كبير، وكمان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وغنت يا محروسة والحب المستحيل ودوام الحال ومجموعة كبيرة من أشهر أغانيها. خلينا نشوف مع حضراتكم يعني الحفلات امبارح من خلال هذا التقرير. مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لازال بيواصل تصدره للأحداث الفنية والثقافية، وقدر يحقق ترند رقم واحد في مصر في أغلب حفلاته، وده لأنه قدر يثبت مكانته بتنوعه الفني وتحقيقه للعدالة الثقافية اللي وصلته النهاردة للدورة الـ30 بحضور عدد كبير من جمهوره في صورة جميلة بتجمع بين الحضارة والتاريخ والثقافة والفن. لو أي حد من حضراتكم بيدور على سهرة فنية جميلة أيا كان ذوقه ولونه في الموسيقى والغنى، يبقى أهلا بيكم في مهرجان محكى القلعة. المهرجان من أول ما اتولدت فكرته عام 1990 وهو بيضم مجموعة متنوعة ومختلفة من الفنانين والفرق الموسيقية المصرية والعربية، عشان كده أيا كان ذوقك في الفن هتلاقيه موجود هنا، لأنه كل ليلة هتلاقي لون مختلف. والجمهور في الليلة دي كان على موعد مع أشهر أغاني النجمتين نسمة محجوب وحنان ماضي، في أجواء مليئة بالبهجة والفرحة اللي رسمها المهرجان على وجوه الجماهير. بالنسبة لي هو الدنيا واللي فيها، وبحس بي حتى لو في بينا مسافات. مهرجان القلعة أنا زي ما قلت صراحة وأنا على المسرح أنا بستناه تقريبا يعني من السنة للسنة، من أحلى الجمهور، من أكتر الحفلات اللي أنا بحبها، تفاعل الجمهور ناس حقيقية جدا جايين علشان خاطر الفنان فعلا، ومستنيين أغانيه وحافظين أغانيه وبيسقفوا معاه وبيغنوا معاه، فبجد بيبقى شعور جميل قوي 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 بالنسبة لي أنا والفرقة على المسرح إن إحنا باصين الجمهور والجمهور مبسوط معانا، فبجد بنستناه من السنة للسنة لأنها من أحلى حفلات السنة فعلا، من أحلى جمهور، لأنه مش الجمهور اللي بيقدر يروح حفلات طول السنة، هو الجمهور مستني الحفلة فهو مستني ان هو يجي يتبسط ومستني ان هو يغير جو ويحتفل بالليلة بتاعته وتبقى سهرة سعيدة ليه، ولذلك هو جاي بروح إيجابية أصلا، فالحفلة كلها بتبقى روحها جميلة وروحها إيجابية على المسرح وتحت المسرح. البحر بيخطفني يا البحر ده مش ميه او موجه فوق صخره، البحر ده اغنيه بسمعها من بره، البحر ده اغنيه ليه توحشني، البحر بيخطفني. بقوم مبسوطه لان في جمهور مختلف موجود هنا، ما بيقدرش يجي الاوبرا فبيقدر يجي هنا اهوت بالتذكره الرمزيه اللي عاملينها، لان وزاره الثقافه والاوبرا معنيه بانها غير هادفه للربح، فلما يحصل ان التذكره تبقى عاليه قوي قوي بالمنظر ده والناس البسيطه دي ما بتقدرش تيجي، فده ما ينفعش، لازم كل الناس تسمع المزيكا اللي بتسمعها في الاوبرا لازم، لان ده بينمي حاجات كتير قوي قوي، واللي عنده موهبه ممكن تلاقيه بقى احسن مننا وكده، يعني لازم لازم الاوبرا ووزاره الثقافه لما بيتعاونوا مع بعض بيعملوا شغل جامد جدا للناس البسيطه دي، فلازم. السر بقى في ان المهرجان حقق ترند في اغلب الحفلات فهو الحضور القوي للجمهور من مختلف الفئات العمريه والاجتماعيه، ولان حضور المهرجان سهل وبسيط، بمجرد ما هتوصل قلعه صلاح الدين الايوبي التاريخيه هتقدر تشتري تذكره بسعر رمزي جدا 20 جنيه، ده غير بقى التنظيم اللي هيسهل لك عمليه الدخول من اول الاتوبيسات اللي هتدخلك للمسرح، وصولا بقى بالقعده والاستمتاع باجواء المهرجان. لا انا اول مره اجي القلعه واشوفها، بس هي جميله والجو حلو وانا مستنيه نسمه محبوب. احنا النهارده جايين كجروب كامل من فريق نادي، وكل الفريق جاي مبسوط وسعيد اللي هو جاي يحضر الحفله النهارده. صراحه هو جميل جدا وانا انبسطت بالتنظيم يعني وتنظيم الحفلات يعني وكده. المهرجان كويس جدا والدعايه بتاعته كويسه جدا السنه دي عن كل سنه، والتذكره سعرها يعتبر مش سعر 20 جنيه، دي حاجه جميله جدا يعني. حاجه حلوه قوي، وبعدين سعر التذكره يعني مش حاجه بصراحه، 20 جنيه دي
يعني فئة صغيرة مش حاجة يعني. المهرجان منظم وحلو جدا، والمغنيين كمان حلوين جدا ما شاء الله، حلوين قوي، والنظام حلو وكل الناس شايفة الصراحة. يعني المهرجان بنسمع فن حقيقي بجد، والناس كلها زي ما حضرتك شايف كده الأعداد كامل العدد. احنا جايين من اسكندرية عشان نسمع الأغاني بتاعت المطربين. بصراحة كنت نفسي في حاجة واحدة كانت عندنا في اسكندرية. أنا جاية دلوقتي عشان أتفرج على نسمة محمود، والمكان عاجبني وانا اول مره اجي. المهرجان اكتر حاجه عجبتني فيه ان نسمه محجوب جد، في يعني مدربين متعدده وكتير جدا وصوتهم بصراحه حلو. المهرجان حلو والدنيا جميله وكان احلى يوم. اجواء فنيه وثقافيه بيقدمها مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء من خلال 42 حفل متنوع، واللي اصبح احد اهم التظاهرات الفنيه الراسخه اللي بتنظمها وزاره الثقافه بالتعاون مع وزاره السياحه والاثار. حفل الختام هيكون يوم 31/8 مع الموسيقار العظيم عمر خيرت. روحوا واستمتعوا بالحفلات، مسألة انه الحفلات تكون كل الناس تقدر تحضرها في مكان اثري وعظيم زي القلعة. الموضوع مختلف، كل الناس اللي بتروح بتتبسط جدا، وزي ما حضراتكم شايفين الناس من خلال التقرير يعني احساسها بالحفلات وبالاجواء الصيفيه كمان واحنا في اجازه الصيف. فمهم قوي ان الناس اللي ما راحتش تروح اليومين اللي باقيين وتسعد بالحفلات والموسيقى. الموضوع سهل، التذكره ب 20 جنيه وبيكون في بساطه تنقل الناس لجوه القلعه. الحضور بيكون في حدود الساعه 5 عشان الحفله بتبتدي على الساعه 8 تقريبا. ده غير كده كمان يا هدير، حنان ماضي بتاريخها. طبعا احنا دايما بنكون مرتبطين بالفنان اللي ظهر واحنا لسه صغيرين وبيختفي الفتره كده، فبنصدق ظهوره مره تانية. وشفنا تفاعل الناس كمان في الحفله كان عامل ازاي، شفنا كمان الناس اللي جايه من محافظات، شفنا الشاب اللي كان بيقول ان هو جاي من محافظه اسكندريه وكان نفسنا يكون عندنا مهرجان في اسكندريه. هو بالفعل كان عندهم لسه من كام يوم يا هدير، من حوالي 15 يوم بالظبط، مهرجان المسرح الروماني في كوم الدكه، حوالي 15 يوم بالظبط كان عندهم المهرجان. لكن بكل تاكيد محكى القلعه الناس بتستناه من السنه للسنه. التذكرة رخيصة، احنا بنتكلم دلوقتي في الدورة الثلاثين، الدورة الثلاثين تعتبر أكبر دورة عليها إقبال بهذا الشكل. المكان زي ما حضراتكم بتشوفوا الصورة، الناس مالية المكان بالفعل، وكمان كأيام وكعدد حفلات دي أكتر عدد حفلات في هذه الدورة نتيجة للإقبال اللي كان بيحصل خلال الدورات اللي فاتت، فعشان كده الإقبال زاد خلال هذه الدورة. مهم قوي مسألة العدالة الثقافية والفنية، وإنه ده يكون موجود في كل المحافظات مش بس اسكندرية، كان كمان في فئنا، ويعني كان في تفاعل كبير جدا من الناس على مهرجان دندرة، والناس كانت بتسعد بده. الفنان مدحت صالح كان هناك، ويمكن صحيح يعني عدد كبير جدا، وما ننساش صور الناس وهي في بيوتها يعني كانت بتسعد بالحفلات. فشيء مهم جدا ان يكون في نوع من تحقيق العدالة الثقافية.